من يا معلمتي؟ التفاحة ذهبت هند وأخوها هيثم إلى مزرعة جدهما هاشم، وبعد أن سلما عليه وقدما له هدية أخذ يلعبان بين الأشجار والزهور وهما مستمتعان بوقتهما. وعندما حان وقت الطعام جلس بهدوء تحت ظل شجرة التفاح وتناول وجبة شهية أعدتها أمهما. وفي أثناء ذلك سقطت تفاحة من الشجرة على الأرض.